أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من قضايا تشريعية. في هذه الحلقة نفتح ملفا هاما ألا وهو ملف التعليم في مصر. في الحقيقة هناك الكثير والكثير من الشكاوى والملاحظات على المنظومة التعليمية بأكملها، وهناك مطالب بإعادة النظر بالفعل في هذه العملية التعليمية في ظل ما شاهدناه من سلبيات. هناك مشروع قانون مقدم لمجلس النواب حول التعليم في مصر. هذا المشروع يتم دراسته الآن من قبل مجلس النواب لإبداء الملاحظات عليه، لكن دعونا نركز على نقطة خاصة وألا هو التعليم الخاص. كثيرا ما سمعنا عن وجود شكاوى، وجود تقصير من جانب المدارس الخاصة، هناك ارتفاع في أسعار المصروفات للأسف الشديد، وهناك شكاوى من أولياء الأمور، لكن والدولة تحاول وممثلة في وزارة التربية والتعليم بطبع أن تضع حلول لهذا الأمر، أن تنظم العلاقة في النهاية بين هذه المدارس الخاصة وبين أولياء الأمور وبين الدولة. هناك بعض الاعتراضات من جانب المدارس الخاصة فيما يتعلق ببعض مواد مشروع القانون، خاصة في التجديد كل 5 سنوات، تخصيص نسبة 1% من المصروفات لوزارة التربية والتعليم حتى تستطيع أن تضخها في مدارس حكومية أخرى وغير ذلك من الملاحظات. ما هي الحقوق والواجبات إذن يجب أن تكون متضمنة في هذا القانون؟ ما هو حق ولي الأمر؟ ما هو الواجب عليه؟ ما حق أيضا أصحاب المدارس الخاصة؟ وماذا يجب أن يقدمون للمواطن في النهاية خدمة متميزة بالفعل تكون بعيدة كل البعد عن الربح والعملية التجارية في النهاية؟ ماذا يجب على الدولة أيضا ممثلة في وزارة التربية والتعليم أن تفعل من ناحية الرقابة على هذه المدارس وضمان الحقوق جميعا في نهاية المطاف؟ كل هذه الأمور بالطبع سنناقشها مع ضيوفي في هذه الحلقة. الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، برحب بحضرتك دكتورة. أهلا وسهلا. وأيضا معنا في الاستوديو الأستاذ عادل عبد المنعم الفولي، رئيس جمعية أولياء أمور مصر، برحب بحضرتك أستاذ عادل. يعني اسمحوا لنا في البداية قبل أن نبدأ الحوار في هذه الحلقة أن نتابع تقرير ثم نبدأ الحوار. في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة طرح حوار مجتمعي لتطوير التعليم، بدأت وزارة التربية والتعليم عقد سلسلة من اللقاءات والحوارات المجتمعية مع المهتمين بالتعليم الخاص وأصحاب المدارس الخاصة ومجالس الأمناء بالمحافظات بغرض مناقشة بنود التعليم الخاص في قانون التعليم الجديد، ضمن لقاءات قيادات التعليم العام وإدارة التعليم الخاص بغرض عرض بنود المشروع والتعرف على الآراء والملاحظات المختلفة من أصحاب المدارس الخاصة بهدف دعم العملية التعليمية ومصلحة الطلاب وأولياء الأمور. من جانبه أكد الدكتور الهلال الشربيني وزير التربية والتعليم أن الحكومة والوزارة تقفان إلى جانب التعليم الخاص الملتزم بالقانون، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من المدارس ملتزمة وأن الوزارة تواجه أي تجاوزات أو شكاوى من أولياء الأمور بالقانون وعبر سلسلة تحذيرات حتى تتم إزالة المخالفة. وبالنسبة للتعليم الدولي أوضح الوزير أن الوزارة سوف تعتمد قريبا مناهج الدبلومة الأمريكية المعتمدة في التدريس بالتعاون مع أصحاب المدارس الدولية والاطمئنان على أن طلابنا يدرسون مناهج متوافقة مع قيمنا وتحقق الاستفادة العلمية لهم. كان ممثل أصحاب المدارس الخاصة قد اعترضوا على بعض المواد القانونية التي يتضمنها مشروع قانون التعليم الجديد المقدم من الوزارة، ومن أبرز المواد الخلافية في القانون التي يعترض عليها أصحاب المدارس المادة التي تنص على خصم نسبة لا تزيد عن 1% من قيمة المصروفات التي تحصلها المدارس الخاصة لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية التابع للوزارة، وأيضا يحتج أصحاب المدارس الخاصة على تحديد ترخيص المدرسة الخاصة كل 5 سنوات. كما عرض أصحاب المدارس أنهم يعانون من بعض المواد في القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 والمنظم للعمل داخل المدارس الخاصة والدولية. إن طرح قانون التعليم الخاص للحوار المجتمعي أصبح ضرورة ملحة، خاصة وأن قانون التعليم الجديد لم يرى النور بعد.
ونحن أيضا في هذه الحلقة نسعى إلى أن نضع تصور لهذا القانون في إطار هذا الحوار المجتمعي بالفعل الذي يجري في هذه الأونة. يعني أبدأ مع الدكتورة ماجدة نصر. دكتورة ماجدة، لو تحدثنا عن ملامح هذا القانون في البداية بشكل عام، يعني كيف ترين أهمية هذا القانون في هذا الوقت، وهل هو بالفعل هو يلبي الطموحات، يتلافى السلبيات والمشكلات التي نعاني منها في العملية التعليمية؟ هو طبعا كضرورة ملحة، هو ضرورة ملحة جدا في هذا التوقيت يعني عمل قانون جديد للتعليم ككل، سواء ما قبل الجامعي أو التعليم العالي. فاحنا بنبدأ بالتعليم ما قبل الجامعي، وأخيرا هو جالنا الأسبوع اللي فات من الوزارة القانون، مسودة القانون أو القانون اللي اتفق عليه في من الحكومة، وتم عرضه علينا في مجلس النواب، وهنبدأ في من الأسبوع القادم هنبتدي إن شاء الله في دراسته دراسة متأنية، وهنعمل لجان استماع من كل الأطراف، سواء أولياء الأمور هنخليهم يحضروا، من المسؤولين عن مدارس الخاصة، من كل الأطراف. ولكن حضرتك بتقولي الملامح الخاصة بيه، هو طبعا لحد دلوقتي ما نقدرش نحكم بشكل يعني دقيق، ولكن بشكل عام كده هو تغيير بنود مكان بنود، وتغيير مواد مكان مواد، لكن كنا نتمنى يعني يبقى فيه تطوير شامل، فكرة جديدة للتطوير الشامل للتعليم الحالي، وده اللي لسه احنا ممكن نزوده في القانون القادم. طيب ده أنتقل إلى أيضا الأستاذ عادل الفولي. أستاذ عادل، لو تحدثنا أن هذا القانون كما تقول الدكتورة هو ليس يضع استراتيجية أيضا واضحة للعملية التعليمية بشكل عام، يعني ربما يكون هناك أكثر يعني بنود أكثر توضيحا، بنود أكثر يعني إيفاء لتطوير العملية التعليمية على أرض الواقع، أنتم أيضا كأولياء أمور يعني لو مطلعين على هذا القانون كيف ترونه أيضا من حيث البنود؟ هل هو يتلافى المشكلات والسلبيات أيضا أم أنه ما زال هناك بعض القصور؟ بالنسبة لقرار 420 حضرتك؟ طبعا في قصور. احنا بالنسبة للقانون الجديد، بكلم القانون الجديد، لا احنا هنرجع بقى للقانون لسه، يعني احنا كجمعية ما طلعناش عليه حتى الآن لسه، يعني حتى المحور، لكن المتداول احنا بدأوا بيتكلموا في رفع المصروفات، ومفيش حد أقصى للمصروفات، بنتكلم فين لائحة العقوبات على المدارس. أصحاب المدارس معلش حاجة، القانون بينظم خدمة خدمة بيقدمها واحد، بيقدم خدمة واحد بيتلقاها، صح حضرتك؟ تمام. المتحكم هو رأس المال، هو اللي بياخد فلوسي وفلوس الناس دي كلها وبيوظفها وبيدينا خدمة، الخدمة دي حضرتك ما طلعتش مظبوطة، تتعامل معها ازاي؟ من ايام قرار 306 حتى الآن 449 و420 والقانون الجديد، أين لائحة العقوبات؟ أنا أي حاجة في الدنيا هتاخدوا فيها عقوبات عشان أخافك أبتدي ألتزم، صاحب المدرسة ما عندوش أي عقوبات. طيب عشان برضو احنا الأمور واضحة، ما كان في كلام عن الإشراف المالي والإداري، واللي مش هيلتزم هنسحب منه الترخيص بتاع المدرسة. هي ده الحاجة الوحيدة اللي موجودة ولا تنفذ. أنا حضرتك مدرستي إشراف مالي وإداري، الإدارة النزهة التعليمية نزلت ما عملتش أي حاجة، والموظف قال لك أنا آسف في اللفظ، وواجهت بيها الدكتور محمود أبو النصر وقدمت له شكوى باللفظ اللي قاله الموظف، وحضرتك القرار الوزير قررت مش هتتنفذ، خد الإشراف المالي والإداري ده شوف هتعمل بيه إيه، وما تنفذتش حاجة، لا تردت لنا فلوس، لا رجع حال المدرسة زي ما هي حتى الآن مخالفة. طيب. كل مدارس بقى كده لو عددناها بالأسامي، الإشراف المالي والإداري ده بيتطلع ورقة من الوزارة، أدينا اديتكم الورقة نفذوها، مين ينفذها؟ الإدارة التعليمية. لازم نحل حتى في القرار الجديد سلطة المدرسة دي المراقبة عليها للوزارة ولا المحافظة، خلي بالك الإدارات المحلية ومدارات التعليم تتبع المحافظ، المحافظ مش معانا، مين بيعاقب؟ الوزير بيقول اللي هو عايزه، مش هيقدر ما يقدرش يعاقبه، كان في وقعه محافظ الجيزه قال الوزير نزل وهم بيلفوا مع بعض عاقب الموظف شال الجيزه، خلاص شكرا، يعني بتبقى سلطه خاضعه للمحافظ وليس للوزير، بس كده الوزير اللي هو حاطط في القانون ده كله ما بينفذوش ولا يقدر ينفذه. طيب خلينا برضو نتكلم احنا بننظر نظره مستقبليه، كان هناك سلبيات وهناك امور لابد ان نتجاوزها وان نتلافها في هذا القانون. بالفعل الدكتورة، يعني لو تحدثنا عن هذا القانون، هل بالفعل في ظل هذه المشكلات التي نعاني منها بالفعل هل تم أخذها في الحسبان؟ أنتم كمجلس نواب تتعاملون مع هذا الأمر، استمعتم إلى أولياء الأمور، كان هناك جلسة لكم اليوم وأيضا للاستماع إلى يعني بعض من هذه بنود هذا القانون والتعليم الخاص، يعني كيف تعاملون كمجلس نواب مع هذه المشكلات؟ وطبعا احنا يعني سمعنا جوانب كثيرة من أولياء الأمور، كل مشاكل الخاصة بأولياء الأمور ومشاكل المعلمين نفسهم
اللي في المدارس الخاصة ومشاكل من أصحاب المدارس الخاصة، لأن المدارس الخاصة هي برضو في اختلافات ومستويات في المدارس الخاصة. فبالنسبة لأولياء الأمور كانت بتنحصر يعني غالبية مشاكلهم في عدم الوضوح والشفافية من المدارس، وبجانب طبعا زيادة الرسوم دون النسب والقرارات اللي هي من الوزارة. بيبقى في نسب من قرارات وزارية لبقى للمدارس بنسب معينة، في حاجة بتزيد 3% في 7% في 11%، بيلاقوا ان ده غير متبع تماما، ومرة واحدة بيبقى في زيادات اعلى من النسب ديت، زائد في كثير من الاضافات غير معلنة. يعني الرسوم الدراسية هي اللي معلنة، غير كده مثلا إضافات يزودوا في الباصات، يزودوا في تبرعات أحيانا وبدون إيصالات، بيبقى في إجبار على أن الزي المدرسي يتم تغييره سنويا، وبيتم في المدرسة شراؤه أو عن طريق محلات معينة تبع المدرسة مثلا لشراءها، وكثير من هذه الأمور. وكل ده غير واضح، يعني المتقدم للمدرسة بيبقى عارف ان الرسوم كذا، لكن ما يعرفش كل هذا فبيفاجأ، وممكن يبقى الامكانيات بتاعته لا تسمح. يعني مش معنى ان هم دخلوا اولادهم في مدارس خاصة ان هم امكانياتهم عالية، لان المدارس الخاصة فيها مستويات، في اللي بيدفع 5000 وفي 10 وفي 30 وفي اكتر كمان. فهي دي الفكرة بتنحصر في أولياء الأمور، في عدم الوضوح وعدم الشفافية وزيادة الرسوم عن المعدلات الزيادة. زائد نقطة مهمة، أحيانا مش هقول في كل المدارس مفيش خدمة جيدة، مستوى المعلمين متدني، مفيش تنمية مهارات، يعني مستواهم مش قوي يعني. فبرضو ده نقطة يعني برضو كبيرة جدا. طب طيب، هيستحمل الرسوم ومع ذلك ما فيش خدمة قصادها يعني. طيب خلينا في الأول نتكلم عن أولياء الأمور وملاحظاتهم، زي وإحنا يعني الفرصة معنا الأستاذ عادل الفولي. أيضا الأستاذ عادل، في ظل هذه المشكلات اللي إحنا بنقولها، ما فيش تفعيل مثلا للقانون، ما فيش وجود رقابة على هذه المدارس، ما فيش عقوبات على أصحاب المدارس الخاصة، في ظل هذه المصروفات أيضا المرتفعة التي نتحدث عنها ووجود أبواب خلفية للمصاريف داخل هذه المدارس الخاصة، نحن كأولياء أمور كيف نتعامل مع هذا الأمر؟ هل نقوم بدورنا بالفعل في إيصال هذه وإلى المسؤولين للتعامل معها؟ انت وحضرتك لك تجارب وقلت الكلام ده كله، طيب عايزين نتلافى هذا الامر ويكون عندنا بالفعل قانون ينظم هذه العلاقه. ما هي مطالب اولياء الامور في هذا الامر؟ بص حاجه يا فندم، نمره واحد عشان نقدر نصل لقانون لازم الاول نعمل اليه للتواصل المجتمع المدني الجمعيات. يعني حضرتك هو بيقول انا جبت ولي امر الوزير، مين ولي الامر؟ انت عندك جمعيات مهتمه بالكلام ده، انت لم تدع هذه الجمعيات بالذات يعني حضرتك، وتعمد هذا حتى في اخر تعمد ان احنا ما نجيش، ولما طلبنا لقائه رافض يقابلنا، وقابلنا رضا مع انه لقابل المندوب الحسيني اللي اتمسك بعد كده في موضوع القضيه بتاعته وحضرتك، يعني احنا مش فازين هو، ولكن قابل المندوب الحسيني يعني مش عايز نتكلم باسماء، لكن احنا بنتكلم على موقفنا احنا عموما بشكل عام على اولياء لازم اليه. طب ايه الاليه المناسبه؟ يعني انت على اي اساس بيتم اختيار هذه الشخصيات للتحدث مع الوزير وتجاهل بعض الاشخاص الاخرين؟ الاليه اللي احنا هننظمها ازاي؟ مين اللي يكون مسؤول عن القصه؟ تمام، اخر ما رد علينا عارف حضرتك عمل لنا ايه؟ لجنه مشكله لفحص مشاكل التعليم الخاص والمدارس الخاصه برئاسه رئيس جمعيه اصحاب المدارس الخاصه. مين يقول كده؟ آلية للتواصل مع البرلمان، لان احنا مش هنصل لحل مع الوزاره، لان الوزاره مغلول يدها برضو، لازم نقول له القانون غالي يده، ما يقدرش يجازي حد، ما يقدرش يتعامل مع حد. اي حاجه في الدنيا لازم الاطراف الثلاثه تبقى موجوده، واخبر حضرتك انا النهارده بنتعامل صاحب مدرسه وزير تعليم خاص اداره تعليم خاص، حتى اين فين 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 اولياء الامور؟ لجنه التعليم المركزي التعليم الخاص، اللجنه المركزيه للتعليم الخاص فيها عضو جمعيه اصحاب المدارس، اين اولياء الامور؟ مجلس الامناء اللي بقاله 5 إلى 4 سنين ما بينتخبش، وفي انتخاب مخصوص عشان الحته دي. طب ايه طيب يعني طب كمان دلوقتي عشان نتكلم برضو في هذا القانون، مجلس النواب يقول ان هناك حوار مكتب، نستمع الى كل الرؤى من اولياء الامور، هل تم التواصل معكم ايضا كاولياء امور من قبل مجلس النواب ايضا للاستماع الى رؤياكم في ظل هذه الاجتماعات التي حدثت؟ احنا كجمعيه لم يتم التواصل معنا تماما. يعني انتم كجمعيه تمثلون كل اولياء الامور الموجوده على المسائل الخاصه؟ لا، نسبه كبيره تتفضل معنا على الصفحه والتواصل، يا ريت حضرتك دكتوره ماجده معانا او
اي حد من اللجنه، حاولنا نتواصل مع سين من الناس في لجنه التعليم، لجنه التعليم بالبرلمان. طب حاضر اتفضلوا هنبقى نسمع منكم. احنا فوجئنا بقى لجان الاستماع. طب يعني هذا الشخص في لجنه التعليم بالبرلمان يعلم ان احنا اتصلنا بيه وتواصلنا معه عشان نوصل معه؟ مفيش. طيب. احنا نقدر نعمل ايه اكتر من كده؟ حك انا ما بنكرش بيقولوا حك في اولياء امور، هم قالوا في اولياء امور، من من طب وما كاريزمته او علمه. هنرجع للنقطه وازاي احنا هننظم الاليه ديت اللي هي موجوده بحيث ان احنا ناخذ كل الاراء في النهايه وتكون معبره عن كل اولياء الامور في النهايه. لكن دعنا ناخذ اتصال هاتفي مع الدكتوره صبوره السيد رئيس مجلس امناء المدارس الخاصه في السادس من اكتوبر. يعني دكتوره صبوره، في البدايه بعد الترحيب بالطبع، يعني ما هي ملاحظاتكم على القانون الخاص بالتعليم وتحديدا فيما يتعلق بالمدارس الخاصه؟ مساء الخير على حضرتك، مساء الخير على ضيوفك. التعليم الخاص والتعليم العام ووزارة التربية والتعليم كلها منشآت من أجل الطالب ومن أجل تعليمه وإصلاح أمره وإصلاح تعليمه. لما الآلية دي بيحصل كل الأطراف تتضارب مع بعضها، بيبقى مش من مصلحة الطالب على الإطلاق إن هو يحصل تضارب في كل الآراء. للأسف الشديد، للأسف الشديد إن التعليم الخاص كله مش تعليم موحد، هو تعليم برضه بينقسم إلى مستويات، المستوى اللي هو الدولي اللي هو برضه الدولي بينقسم لعدة مستويات، والتعليم الخاص بينقسم برضه لعدة مستويات. للأسف القانون بيشمل كل حاجة، بيشمل كل الموضوع على إنهم كأنهم كلهم نظام واحد، فده بيسيء للعملية التعليمية مش بيدي لكل واحد حقه. ما تعملش اي تطوير او اي تواصل او اي حاجه عشان نعرف نحط ايدينا على العيوب الحقيقيه للنظام كله عشان نقدر نطلع بقوانين تفيد المنشات عشان ما تخربش، يبقى ما فيش مجال انها تعلم. ولو ما حصلش هنا يبقى في التعليم ده، الاهالي عندها استعداد تطلع تعلم ولادها بره، فده برده ما هو في وده حصل في التعليم الجامعي. وحضراتكم على دراية ان معظم الناس سافروا ولادهم لندن وهنا وهنا يكملوا مسيرتهم التعليمية في مدارس حتى في كليات اجنبية. النهاردة احنا بنهدم كيان كبير قوي، كيان مهم لنصف المجتمع المصري، ان يبقى المدارس الخاصة دي مكملة للعملية التعليمية، لا هي عبء ولا هي بتستنزف زي ما الناس بيصوروها ولا هي بتستغل، هي بتقدم خدمات وخدمات دي بتنين. طب يعني دكتورة صبورة، لو تحدثنا في هذه النقطة تحديدا، هناك بالفعل شكاوى على أرض الواقع وسمعنا عن تجارب حقيقية موجودة داخل المجتمع المصري، وهناك شكاوى كثيرة من المدارس الخاصة أن مستوى ما يدفع ليس مقابله خدمة تناسب في نهاية المطاف، وهذه بعض المشكلات الموجودة اللي خارجة عن النطاق الطبيعي. هو ممكن كده، لكن هو بيتعامل الكل. يعني أنا بقول إن دي عدة مستويات، يعني في مدارس بتاخد 13,000 و15,000 استرليني، الوزاره ما بتدخلهاش وما بتتعاملش معاها لانها ما هياش طبعا الوزاره. زي سين او يعني انا مش طبعا بدون اسماء بالطبع. بدون اسماء ولا الكلام ده. والمدارس اللي هي حضرتك بتاخد تعتبر ملاليم وهي برده بترخص دولي وبتدفع برده بالعمله صعبه والكلام من ده وبتاخد بالجنيه المصري، وهي دي اللي بتبقى في متناول المتابعات للوزاره وبيحصل فيها مشاكل. فانا وبعدين انا بتعامل كاني يعني الناس دي بتتعامل كانها هم دول اللي بياخدوا المبالغ الخرافيه وهكذا وهكذا. بالنسبه للساده اولياء الامور، مش كل الناس على حق، معظمهم بيبقى على حق. يعني ما فيش حاجه اسمها حاجه مطلقه ان ده هو اللي بيحصل. في حضرتك ولي امر بيبقى عايز يدخل ابنه مدرسه خاصه ومش عاوز يدفع مصروفات ويفضل بقى يعمل في شكاوي وحكايات، ده بيبقى حاجه نابعه من الايمان ان هو بيحب المشاكل او بيحب ان هو ما يديش للناس حقوق. او في ناس فعلا بيبقى مش حاسه انها بتاخد خدمه، ولكن في الاخر المنشاه كلها قائمه على ادوات مدرسيه وعلى مبنى وعلى مدرسين وعلى مهيئ وجور وعلى نظافه وعلى ضرائب وعلى انصبه، على كل ده
لازم الموضوع يتقعد. طيب طب اسمحي لي ايضا دكتوره صبوره، يعني لو اتفقنا في النهايه اننا جميعا بنهدف الى مصلحه الطالب المصري في النهايه، وان الخلاف لا يفسد للود قضيه، كلنا نتناقش نتباحث كيف بالفعل نستفيد ونتعلم من اخطاء الماضي ونقوم بتصحيح هذا الامر في المستقبل. انتم في المدارس الخاصه ايضا ما هو مطالبكم حتى تكون ملتزمين بواجبات يكون مقابلها عقوبات في النهايه حتى نستطيع ان ننهض بالعمليه التعليميه بشكل عام؟ تشكيل بعض الاطراف على جميع المستويات، وممكن يتداخل معاهم ناس يمثلوا اولياء امور او ناس اولياء امور، وتقعد تتباحث في النقاط المهمه عشان نوصل لحل يحافظ على العمليه التعليميه وعلى المنشآت التعليميه على الطالب، كلها في مصلحه الطالب. انا بيهمني النهارده الطالب يبقى امن، يعني انت النهارده لما تيجي تقول لي لا ما تاخديش، طب اجيب له كتب منين؟ احنا جايبين الكتب السنه دي على النت بمبالغ خرافيه، ما انت لازم تجيب للثاني هتطبع له كتاب في مصر تعلمه دولي، ومع والعديد من المشاكل. التجديد التراخيص الاجنبيه حضرتك بتبقى يعني دي كلها انظمه، يا اما يعمل بقى تشريع جديد ويلغي القصه من اصول من جذورها ان هو مش محتاج الناس دي، وان احنا هو زي مثلا التعليم بتاع التجريبي او اللغات العاديه اللي هو الكتاب بيبقى هنا في متناول الطالب، في بعض الناس بتبقى هنا بتدي مناهج يعني بتعتبر مصريه جايه من بره، يعني ما بتبقاش بعض الناس بتطبع هنا الكلام ده كله، ما اعرفش ايه اليت، لكن الحفاظ على طبعا يعني لو يتحدث مسك والكتاب ده مطبوع وهو مش جاي من نعم من اصله ممكن تحصل مصيبه اكبر، يعني اكيد في تشريع يحافظ على حقوق الناس كلها. ونحن نهدف الى ذلك، الوصول الى تشريع يحمي حقوق الجميع في النهايه، سواء الدوله سواء اولياء الامور سواء الطالب سواء المدارس الخاصه وغير ذلك من الامور. انا بشكرك دكتوره صبوره السيد رئيس مجلس امناء المدارس الخاصه في 6 اكتوبر. يعني قبل ما نعلق على كلام الدكتوره صبوره وهي لها وجهه نظر ايضا وتتحدث عن المدارس الخاصه، خلينا نتكلم يا دكتوره يعني عن الآلية التي كان يتحدث عنها الأستاذ عادل أنه لا توجد آلية، من يمثل أولياء الأمور مثلا في الحوار المجتمعي الذي تستمعون إليه؟ على أي أساس يتم اختيار هؤلاء الأمور؟ أيضا على أي أساس تقوم وزارة التربية والتعليم بالتواصل مع أولياء الأمور حتى نضمن التواصل على قدر كبير؟ طبعا لن نستطيع أن نصل إلى 100% بالطبع، لكن على أقل هناك فئة تمثل شريحة عريضة من أولياء الأمور في مصر. أيوة، هو طبعا عملية التواصل ديت يمكن مش محطوط لها آلية معينة للتواصل المستمر في داخل الوزارة، أكيد هيكون عن طريق مجالس الآباء ومجالس الأمناء في المدارس اللي هي مش مفعلة، وده اللي بنطلب إن هو تفعيلها. المسمى القديم اللي هو مجلس الآباء له أهمية كبيرة جدا جدا، فمجلس الأمناء اللي هو الوقت بقى هو مجلس أمناء في المدارس، ده اللي لابد تفعيله بنسبة كبيرة، لأن هو ده اللي بيدينا صورة كاملة عن كل الأمور اللي بتحدث في المدرسة وأي سلبيات في المدرسة. بالنسبة لي لجنة التعليم في البرلمان، الحقيقة برضو إن غير وصل لنا إن هل حضرتك يعني أوجه بعد كده للأستاذ عادل ان هل الجمعيات دي مشهره ومعلنه بحيث ان هي دي لها الصفه الرسميه بحيث لازم تمثل، فدي اذا كان بهذا الشكل لا، احنا هنبحث عن جميع هذه الجمعيات ولابد ممثلين من هذه الجمعيات يشتركوا معانا في مناقشه هذا القانون، فده ان شاء الله انا هعمله وهنشوف ازاي نتواصل فيها، ومش نتواصل المره دي كده لا، يبقى في اليه ثابته إن دول ممثلين لي على مستوى الجمهورية، هذه الجمعيات مثلا مسؤولة عن أولياء الأمور، يبقى في بصفة مستمرة كل فترات معينة نعمل اجتماعات معاهم ونشوف الأمور ماشية إزاي. لأن بس عايزة أقوله كآلية برضو إن هو أي مشكلة في أولياء الأمور لها خطوط معينة تدرج لابد إن أولياء الأمور يعملوه، مشكلة بيلجأ لي المدرسة سواء بقى مين ممثلها، رئيس المدرسة، رئيس مجلس أمناء، رئيس تحت أي مدير المدرسة، ده نمرة واحد مدرسة لم تحل يبقى الوزير، لم يحل يبقى معناها مع مجلس النواب، فلازم يمر بهذه المراحل، ما أقفش
عند مرحلة معينة، لأن كثير من أولياء الأمور الحقيقة لما بنقول لهم ليه مش بتبلغونا بهذه المشاكل بيخافوا لا مثلا يستقصدوا أولادهم أو يعني مش عايزين مشاكل تتصاعد. لا، هو دي الآلية عشان يبقى في رقابة بصفة مستمرة على المدارس بهذا الشكل. طيب أستاذ عادل، احنا بنتكلم عن فكرة هذه الجمعيات، فكرة تقنين هذه الجمعيات. بالفعل هناك جمعيات طبعا مقننة موجودة ولها مشهرة وغير ذلك من الأمور. تمام. الآن الدور على من حتى يتم إحصاء هذه الجمعيات والتواصل معها؟ هل هو مع وزارة التربية والتعليم وعندها إحصائيات كافية بهذه الجمعيات، أم ربما لا تدري وزارة التربية والتعليم عن هذه الجمعيات شيئا؟ بص حضرتك، أعتقد أن مفيش جمعية هتهتم بالتعليم مش هتبلغ وزارة التربية والتعليم. هو فعلا ما عندوش حاجة بتعمل له الداتا دي. طبعا انا عندي مشاكل كجمعيه، هي الجمعيه بتاعتي مثلا بدات من سنتين بسبب مشاكل المصاريف والتعليم. تمام، بدانا نتواصل مع الدكتور محمود النصر، حاول ان احنا بدا يلاقي في ضغوط، راح مغير القرار، راح ضاغطين عليه، راح رجع في القرار. فهو انت كجمعيه بتتواصل مع الوزاره، تبتدي اولياء الامور تنضم معاك. تمام، طبعا الدكتوره ماجدة اسلجت قلوبنا باللي هي بتقول حضرتك ان هي هنعمل اليه ونتتواصل معانا. انا بقول لحضرتك احنا وصلنا الاداره التعليميه ما وصلش حاجه، المديريه التعليم طبعا دول الاساسي فساد الموجود محليات ولازم نعترف ان هو موجود والوزير اعترف بيه. قال لك انا مش قادر اعمل معاه حاجه، اللي هو يتبع المحافظ، والمحافظ عنده حاجات كتير وبيقول لك انا عندي حاجات كتيره. طب التعليم السيد الوزير لا يملك عليه اي سلطه، وصلنا للسيد الوزير، وزير تفاعل، وزير مشي، وزير اخذ قرار، وزير لغى قرار، مش قادر يطبق. يا فندم انا معايا هو مختوم من وزاره التربيه والتعليم، قرار بالمصروفات بتاعه المدرسه مختوم بختم الوزاره، ما قدرش ينفذه. الموظفه في الاداره التعليميه قالت لك الوزير كلامه مش هيتنفذ، لا يملك. فاحنا بنتواصل معاه، بنوصل له نقول ان هو يجنبنا بقى، ولا يتفاعل معانا، ولا يتفاعل مع شكوتنا. ايه ده رد فعل تعتقد ايه بقى؟ طب اين الاليه في هذا؟ الفكره بقى هنا يا استاذ عادل، هل هي فكره القانون الذي يعطي الصلاحيات للمحافظ، ام ان المشكله في ماذا؟ يعني القانون ربما يعني يكتف زي ما يقولون يد المحافظ، لا يستطيع، يصبح عاجزا عن فعل شيء بسبب الوزير عفوا يعني. أيوة. بسبب القانون. نحن الان نعد قانون جديد في هذا الامر، هل ستنتقل هذه الصلاحيات الى وزير التربيه والتعليم، ام ربما يبقى الامر عليه ولا تضر نفس المشكله؟ لازم التواصل عشان نفهم الناس كده، لازم لجنه البرلمان تعرف كده ان الوزير لا يملك شيء. كل قرار حتى القانون اللي هيطلعه ده الوزير لا يملكه تنفيذه، هي فين الآلية؟ فلازم تتواصل معنا عشان نقول النقاط والعوار اللي موجود اللي يؤدي الى انماء الحاله التعليميه. طيب. يعني حاجه احنا لو اتكلمنا في اهم حاجه احنا بنطالبها متقامبول، لازم لائحه عقوبات. اي حاجه في دول لازم في عقوبات عشان اقدر، ده المرور لازم يبقى فيه مخالفه عشان اقدر اخافك. نمره 2، التعليم ده زي ما السيد الرئيس احنا ماشيين معاه في نفس الرجل، التعليم امن قومي لازم تعمل له دايره نيابه. لازم يطالبوا في البرلمان يتعمل له دايره زي الامن، زي الامن الوطني ايا كان، حتى يتعمل له دايره الامن، لان قضايا كتير يفصل فيه. لازم مبلاش حق النيابه الاداريه، خلينا في العامه، النيابه العامه. تاني شيء حضرتك، احنا ما بنصدرش مشاكل، احنا بنلاقي حلول. حتى المصرف قلنا في حلول، المشكله احنا عندنا ايه اصحاب اولياء الامور، ان صاحب المدرسه بيعمل لي كمين يجي في كي جي 1 وانت داخل يا جمال وينزل مصاريف خالص، حبيبي اتفضل، يا انت عايز ايه؟ اختار مصاريفك، وبخش بمصرفه ويديك ايصال سنه 2 3 بقت 4 سنين. الولد بقى او الطلبه حواليه زمايله اتاثر بالمدرسه، بقى حته من المدرسه، يقول لك الضعف. ده اللي حصل معايا انا شخصيا ومع كل اولياء الامور، واحنا قدمنا شكاوى بقت الضعف، ومش عاجبك امشي. طب همشي الولد ازاي؟ انا مدرستي بتاخد سن كبير سنا، عشان اطلعه مدرسه تانية هيقعد مع اصغر منه سنا، تدمير نفسي للطلبه، وهو ده اللي بيضغط عليك بيه. واخبر حضرتك، طب احنا قلنا حاجه جميله وهم رفضوه، ورفض الاستاذ طارق طلعت في التعليم الخاص، يا فندم بعد اذنك اللي انا دخلته في المدرسه ده عقد بيني وبينه، نعمل عقد ما بين ولي الامر، لازم يبقى في قانون عقد ما بين ولي الامر وصاحب المدرسه، نمضي عليه احنا الاثنين، المصاريف تزيد من المرحله، من مرحله من ابتدائي لاعدادي 10%، من اعدادي لثانوي، احنا ما بنقولش ما يزودش، لا تزيد، زود 10%، واطلق مصاريفه اللي هو كان عايزين الحد الاقصى ما يبقاش في حد اقصى، احنا موافقين بس مش على الناس القديمه اللي انت اتفقت عليها، ان انت اخذت الكاتيجوري اللي انا اتفقت معاك عليه وده امكانياتي. ده على الحديث اللي بينضم، هو بقى قالها لي كده، ويعني سين من جمعيه اصحاب المدرسه قال انت هتخلينا نقطع في بعض لما تفتح كي جي 1، انا اضحك عليك ازاي؟ ادخلك ازاي؟ هنقطع في بعض؟ لا طب ما تفتحها كيجي. هو طبعا لما اجي افتح كيجي، لا ده انت عايزني، عايز اولياء الامور دول اللي هم دلوقتي ما لهمش قيمه وما لهمش الاف في التواصل معاهم، لا
هينزل معايا هيقطعوا في بعض، هيبقى في تنافس، افتحوا لهم العرض والطلب في الكيجي وما فيش مشاكل. هو معين هو اللي حدد مصاريفه، هو من الاول اللي محدد مصاريف، فخليه يحدد مصاريفه زي ما هو عايز على الكيجي، والقدام سيبهم وزود عليهم من المرحله للمرحله 10%. النسب اللي كانوا بيعترضوا عليها وعايزين يغيروها في القانون، وخبر حضرتك زي ما هم حددوا المصاريف بعد اذن حضرتك، النسب دي هو اللي حطها اصحاب المدارس. ادي القرار بتاع الوزاره بناء على طلب جمعيه اصحاب المدارس. يا فندم ادي المفاجاه، ان اللي حدد النسب دي حتى الشرائح الزياده هم اصحاب المدارس. أصحاب يا فندم المدارس. يبقى هو حدد المصاريف، هو حدد النسب، هو اللي ما بيلتزمش، واحنا مين بقى اولياء الامور حضرتك بعد اذنك؟ طيب على العموم احنا معانا على الهاتف يعني دلوقتي الاستاذ طارق طلعت، مدير عام التعليم الخاص بوزاره التربيه والتعليم. يعني استاذ طارق، يعني دعنا يعني نبدا مما تحدث عنه الاستاذ عادل، ويقول انه تم التواصل مع يعني مسؤولين وفي وزاره التربيه والتعليم وتقديم بعض المقترحات، لكن للاسف هو يقول انه لم يتم الاخذ بها في الاعتبار، ويعني هناك بعض الشكاوى ايضا من هذا الامر وفكره التواصل وتهميش بعض الجمعيات الخاصه باولياء الامور. انتم في الوزاره كيف تتعاملون مع هذا الامر؟ كيف تتواصلون مع بالفعل الجمعيات ذات السجل التجاري المشهوره ذات الشرعيه حتى نخدم الطالب في النهاية ونصل إلى عملية تعليمية بالفعل ترقى إلى المستوى؟ أهلا وسهلا بحضرتك وبضيوفك الكرام، وتحياتي للأستاذ عادل وللدكتورة الفاضلة. وبس أقول لحضرتك ملحوظة صغيرة، أنه الجمعيات أولياء الأمور في التواصل القائم بيننا وبينهم موجود في الحالات اللي بيلجأوا فيها للوزارة. إحنا عندنا في الجزئية دي نقطة مهمة جدا، أنه زي ما حضرتك عارف احنا بين طرفي العمليه، بين ولي الامر وبين المدرسه. انا بعتبر نفسي كوزاره التربيه والتعليم انا صوت ولي الامر لدى صاحب المدرسه ولدى الجهات الاداريه. مساله انه تقنين اوضاع المصروفات ده موجود وقائم وبتنظمه قوانين وقرارات وزاريه، الا ان في التطبيق العملي لما بتحصل اي مخالفه احنا بنتحرك بشكل فوري، بالاضافه الى متابعتنا بشكل عام. وان كنا في الاطار ده بنرد على المشكلات كنقاط، الا انه انا عارف ان الحلقه اساسا بتتكلم على النقاط الاساسيه في قانون التعليم او مقترح قانون التعليم المقدم من جانب الحكومه لمجلس النواب، اللي المفروض ان شاء الله هيبتدي مناقشاته قريبا، واحنا على اتم استعداد ان احنا نتواصل مع الكافه، وده حاصل بالفعل لما بتكون في اشكاليه. الضغوط زايده لانه زي ما دايما عارفين كلنا انه الثوب الابيض بيبان فيه النقاط السوداء. عندنا بعض المدارس المخالفه، بنقر ونعترف ونتخذ اجراءات ونعلن هذه الاجراءات على موقع الوزاره وفي وسائل الاعلام كلها بشكل او باخر، حتى نصل الى المبتغى الاساسي وهو اعمال احكام القانون كامله في كل الاحوال. الأستاذ عادل طبعا سبق أن تواصلنا وسبق أن التقينا في أحد البرامج، وكان عنده مقترح جميل جدا. للأسف الشديد أنه الزحام اللي احنا كلنا عايشينه ما خلناش نتواصل نكمل المقترح. أنا كنت على قناعة كاملة بالمقترح ده، وكنت شايف أن احنا هنبقى أفضل كتير بهذا المقترح. يا ريت نبقى في تواصل، يعني هي فرصه هي فرصه يعني استاذ طارق للتواصل الان بطبع مع الاستاذ عادل بالفعل، وناخذ بالفعل بالمقترحات التي تخدم العمليه التعليميه في نهايه الامر. لكن يعني دعنا نتحدث ايضا عن القانون الخاص بالتعليم بشكل عام، وتحديدا التعليم الخاص. يعني انتم ايضا هناك بعض الملاحظات الان من مجلس النواب، هناك ايضا ملاحظات من اولياء الامور، هناك ملاحظات من ايضا المدارس الخاصه. يعني البعض ايضا يقول ان هناك قيود مفروضه على وزير التربيه والتعليم، ربما لا يستطيع بعض القرارات التي هي من اختصاص المحافظ. أنتم في الوزارة أيضا كيف تتعاملون مع هذا الأمر، وكيف توافقون بين هذه الرؤى جميعا حتى نخرج بقانون بالفعل يعبر عن الجميع ويرضي الجميع في النهاية؟ الله ينور على حضرتك. عندنا الإشكالية الكبرى في هذا الأمر في الناحية القانونية هي وجود قانون للإدارة المحلية. وخلينا نقول أن قانون الإدارة المحلية فكرة متطور جدا جدا، مصر بتجتهد ان احنا نفعله بشكل جيد، لانه من العيوب الاساسيه مركزيه القرار ومركزيه متابعه القرار. ده لمسناه على مدار العمر، واعتقد انه سياسه الدوله بتتجه الى اللامركزيه في محاوله لاننا يبقى في سرعه في اتخاذ القرار وسرعه في متابعه هذه الامور. من الناحيه القانونيه مقترح قانون التعليم
لا يجوز لمن يقترح هذا القانون انه يفتت اللامركزيه اللي هي اصلا موجوده في قوانين اخرى مش قاصره على قانون التعليم، الا ان وزاره التربيه والتعليم ممثله في السيد الوزير مهمتنا الاساسيه في القوانين القائمه والقوانين المقترحه هي رسم سياسات ومتابعه تنفيذ هذه السياسات بشكل او باخر سواء في التعليم الخاص او في التعليم العام. بالاخص في التعليم الخاص بتبقى الاشكاليه دايما عند ولي الامر المغالاه من جانب المدرسه في المصروفات، والمشكله عند المدرسه الخاصه انه دايما حاسس بجبن في تقدير هذه المصروفات التي تقدر من جانب الجهه الاداريه باعتبار انه في جزء كبير من العمليه التعليميه هو جزء خدمي وقضيه مجتمع زي ما تفضل الاستاذ عادل وقال، هو فعلا هي قضيه مجتمع. لازم كلنا نجتهد في تجويد العمليه التعليميه، وبالاطار في نفس الاطار اللي اتكلم فيه برضه زميلي واخي الاستاذ عادل اللي هو انه صاحب المدرسه لا يضار، بس ما يضارش اذا ما كان يطبق القانون زي ما هو، لكن المخالفه للقانون هي دي الاشكاليه اللي عندنا دايما، الناس اللي بتخالف القانون وتظهر في الصوره، لان دايما الغير مخالف غير ظاهر في الصوره. خد بال حضرتك؟ نعم. فاعتقد ان احنا عاملين توازن جيد في القانون، حتى وان كان القانون من وجهه نظر الاخرين فيه مسالك، فاحنا على تم استعداد لاننا نناقش ده سواء مع البرلمان ومع المعنيين بالامر، لانه في الاول وفي الاخر لا يجوز ان القانون يطلع من جهه واحده دون نقاش مجتمعي زي ما اوصى بذلك السيد رئيس الجمهوريه، وكل الفئات المجتمع بتتكلم في ده، واحنا على اساس اتم استعداد ان احنا نناقش نقطه نقطه ونرد على نقطة نقطة في المقترح بتاعنا، ونشوف في الآخر هل ده هيتوافق فكر الدولة، هيتوافق فكر الناس، ولا هيبقى فيه اعتراض. طيب أيضا يعني من ضمن الاعتراضات أستاذ طارق أيضا في مشروع القانون فيما يتعلق بفكرة تجديد التراخيص ومنحها كل 5 سنوات وغير ذلك من الأمور، فكرة 1% وتخصيصها لوزارة التربية والتعليم صندوق للوزارة في هذا الموضوع، يعني أيضا كيف ترى هذه الاعتراضات، فكرة تجديد الترخيص ومتابعة ورقابة هذه الأمور، فكرة أن يكون هناك عقوبات بالفعل يعني تواجه من يخالف وتكون على قدر المسؤولية الحقيقية وتفعيلها، لا يقتصر الأمر على القانون لكن هناك ايضا ربما مشكله في التنفيذ على ارض الواقع. خليني اقول لحضرتك انه فكره وجود المخالفه والعقوبه قايمه وموجوده حتى في القانون 139 القانون التعليم الحالي اللي صادر سنه 81 ومتعدده في العقوبات للمخالفات اللي بتحدث في المدارس. مساله تجديد الترخيص واعتراض ممثلي اصحاب المدارس على تجديد الترخيص، انا مش عارف هل حضرتك شفت في الدنيا كلها حاجه بتاخد لها لايسنس مره واحده في العمر ويستمر الى ما لا نهايه، مفيش فيه متابعات، مفيش فيه تجويد. ده الفكر اساسا بيقوم على اننا نتابع ونراجع المقتضيات، لانه انا النهارده وانا برخص النهارده في ظل ظروف معينه، لما بتتغير الظروف لازم يتغير معاها مقتضيات الحال تجبرني على ان انا ابص على كل المعطيات مره ثانيه. طب بالفعل يعني نحن بحاجه بالفعل الى اعاده النظر يعني في العمليه برمتها بالفعل. بشكرك استاذ طارق طلعت مدير عام التعليم الخاص بوزاره التربيه والتعليم، يعني للاسف الوقت يداهمنا سريعا وهناك الكثير والكثير من الاسئله يعني بحتاج الى حلقات كثير. يعني دكتوره بالفعل يعني دكتوره ماجدة لو تحدثنا عن فكره اللامركزيه والمركزيه، ربما هناك قيود مفروضه على وزاره التربيه والتعليم وممنوحه للمحافظين، تضارب الصلاحيات في هذا الامر ربما ينعكس بشكل سلبي على العمليه التعليميه بشكل عام. انتم في القانون ايضا ستاخذون في الاعتبار مثل هذه الامور وفي عجاله، عشان يعني وفي عجاله جديده فعلا اللي انا كنت اقوله في حته ان الوزير ما يقدرش ينفذ، لا هو يقدر كل حاجه، ولكن احنا فعلا مع اللامركزيه. المهم ان احنا المشكله تحل، مين اللي يحلها، المحافظ او الوزير؟ هو ده اللي في لابد المحافظ ياخد بعض الصلاحيات، هنراجعها كويس بحيث ما يبقاش فيه ازدواجيه، ما يبقاش فيه تعارض، ما يبقاش فيه ان حد مش قادر ينفذ حاجه، بحيث ان هو صحيح هي صلاحيات محافظ، لكن الوزير لابد ان يكون في حاله تقصير المحافظ او في حاله تضارب مصالح او في حاله اي شيء يستطيع ان هو يكون له الراي في هذه الجزئيه. النقطة بس سريعة برضو عايزة أقولها إن في إن القانون الحالي يعني يمكن إحنا شفناه بشكل سريع في عقوبات كثيرة،
وفي عقوبات أكتر شوية من العقوبات اللي كانت موجودة في القانون السابق. برضو بالنسبة لتحديد المصروفات، ليست المدارس التي تحدد المصروفات، بمعنى عشان بس الأستاذ عادل يمكن اختلفنا في النقطة دي، هي في البداية في بداية إنشاء المدارس بيتم عمل موازنة تقديرية بيضعها صاحب المدرسة، نعم، وبعد كده بتقيم بعد سنة هل هذه الموازنة صحيحة أم لا، وبالتالي تستمر الرسوم فيما بعد برقابة من وزارة التربية والتعليم. طيب يعني ايضا يعني قدامنا دي يا استاذ عادل، يعني يعني رساله حضرتك تكون مركزه في النهايه واللي انت عايز تاكد عليه طبعا قبل ختام الحلقه. تمام، بص حضرتك نمره واحد، طبعا القانون الجديد ان هو تجديد كل 5 سنوات ده شيء رائع طبعا، لان دي كان في التنفيذ الفعلي اصحاب مدرسه وقع عليه قضيه اختلاس، اختلس من المدرسه من فلوس اموال الناس، قضايا ده شخص بعينه قضيه بعينها طبعا، لانه المفروض بيقدم فيش الكلام ده طبعا، ما فيش تجديد فما فيش، الوزاره لا تعلم بالقصه كلها. تاني شيء عايز اقول حضرتك ان احنا عشان ما نصغرش الدنيا ونقللها كويس جدا، المدارس بتكسب بالملايين، ادي المدرسه حاجه معيار متوسط 6.5 في عدد المراحل، في عدد الفصول بيكسب 24 مليون. 24 مليون القانون بينفذه، مع انه في الماده الاولى ان هو مش هادف للربح عشان كده ما بياخدش ضرائب، يجي جوه داخل القانون ده 24 مليون لمدرسه واحده، يعني مدرسه واحده متوسط 6.5 بس، واخبار حضرتك بيجي حضرتك ياخد 5% لوحده في داخل القانون. تمام حضرتك، انت هتخيم كم مليون؟ انا حسبت لهم مدرسين وموظفين 8 مليون 14 مليون، فهمك الموضوع كبير جدا، لازم نرفع معنا زي عن الناس زي ما الرئيس قال، لازم نشيل في نمشي في رجل، لازم نحل مشاكلنا. تمام، احنا نتمنى بالطبع ان احنا نكون خرجنا برؤيه مشتركه بالفعل لهذه الامور، وجبنا وجهات نظر متعدده من المدارس الخاصه، من الوزاره، يعني من البرلمان، من اولياء الامور، يعني نتمنى تكون الرؤيه وضحت للنهايه. يعني ممكن اقول في ثواني، في ثواني ان هذا القانون ايضا هيدي حق المعلم، احنا ما اتكلمناش عنه النهارده، ولكن هيبقى فيه يعني المقترح في رواتبه احنا شايفين انه قليل، وهيتم ان شاء الله زياده، ونهتم بالمعلم من كل الجوانب، هو الاساس بالفعل، المعلم هو من سيربي وهو من سيخرج العمليات التعليميه في اكمل وجه. أيوة، انا بشكرك الدكتوره ماجده نصر عضو لجنه التعليم بمجلس النواب، وايضا الشكر موصول الى الاستاذ عادل الفوري رئيس جمعيه اولياء امور. وبكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه، على امل ان يتجدد اللقاء ايضا وملف اخر من القوانين والتشريعات في برنامجكم قضايا تشريعيه. دمتم في رعايه الله وامنه، والى اللقاء.